هذا السفر قريب لا لا جاف بالنسبة صامدي ولا دي مش بعد الواحد واحد المسألة اللي إيجابية هو أنه ما بين الذهب والإمكانيات باش يتسرح بالدراري لأنه أنكرويال هذا اللي ريت أنا ما كنلعبش وعييت يعني تنحس بداك داك العياء ترى تبارك الله تيلعب هو هذا يعني برافو دابا هذا الماتش حتى هو فيزيكمون كاين لو روج ديالو لأن لعبنا ميركوري ديال هذا ما تهضرش على لي دو زيكيب زعما كاين غادي يكون واحد العياء غير هو مع مونطالمون ها وبغيتي تحقق واحد الحاجه كتنسى ولكن هذاك العياء كاين دابا الماتش الا تلعب الحين تصاوب ديال نهار زايد تروبو يعني بوزيتيف للكاليتي تاع لو ماتش شكون اللي غادي تخدم المصالح ديالو ما عرفناش ولكن بالنسبه لهذا بالنسبه لينا حنايا صامتي ولا مش مقيم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.